إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان الكرام، معكم حسين جمال من قناة افهم مني. ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لمريض السكر، بتقلل نسبة السكر بطريقة جميلة جدا، بطريقة بسيطة جدا الى اقل درجة ممكنة عند مريض السكر بدون علاج. ان شاء الله في القناة سوف نصل معكم الى خفض نسبة السكر باذن الله بدون ادوية بدون علاج. في الناس اللي هي بتفضل تاخد في علاج والسكر دايما على عنده، تقول له نظم الاكل يقول لك والله ماشي على الاكل الدكتور بيقول لي عليه ونظم الاكل وطبيعي، بيجي يعمل تحليل وكل الكلام ده ولكن العلاج مش جايب معاه نتيجة، فبالتالي الدكتور بيلجأ الى الانسولين. طيب ما انا عندي انسولين طبيعي، ممكن اخد انسولين طبيعي، قلنا قبل كده الحلبة، قلنا زيت الزيتون، قلنا اوراق الزيتون، قلنا الثوم، قلنا البصل، كل الحاجات دي مفيدة جدا لمريض السكر وحرق نسبة السكر. طيب النهاردة نتكلم عن اوراق الجوافة. اوراق الجوافة ووصفة اوراق الجوافة، ايه هي وصفة اوراق الجوافة؟ المكونات معانا اوراق جوافة وماء دافئ وحلبة او حبوب الحلبة. طيب بجيب المكونات ملعقتين من حبوب الحلبة على اوراق جوافة، ولكن اوراق الجوافة تكون طازجة يعني تكون خضرة مش جاية من عند العطار، يفضل ان هي تيجي من الشجرة، ونغليها في الماء ولكن ما يكون نقي جدا، ماء شرب، وناخد نغليها هي والحلبة وناخد الصافي منهم بعد ما تطلع من الماء المغلي بعشرين دقيقة نبدأ نشربها على معدة فارغة. كل الوصفات كل المشروبات لمريض السكر يفضل تتشرب على معدة فارغة، يفضل تتشرب قبل الوجبة بساعتين، قبل اي وجبة طعام بساعتين. اوراق الجوافة مفيدة جدا في حرق نسبة السكر، ليه؟ لان الجوافة بتحتوي على مركب اللايكوبين ذات مضادات اكسدة قوية جدا وفعالة جدا، بتحارب الكثير من الامراض وبتحارب الخلايا السرطانية والسرطانات زي سرطان البروستاتا عفانا الله واياكم. الجوافة يفضل ان مريض السكر ياكل الجوافة الخضراء. الجوافة كمان فيها الياف كتير جدا، يبقى غنية بالالياف فبتقلل الامساك. وبكده اخوان الكرام تكون حلقة النهاردة انتهت، ارجو ان تنال اعجابكم. اذا اعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تشاهد القناة، واعمل شير للحلقة حتى يستفيد الاخرون من مشاهدة الفيديو. طبعا كلكم شايفين هذه العلامات، هذه العلامات دليل على حجامة. اخوان الكرام في لقاء اخر ان شاء الله، اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.